شوف تمشي شويه زوز 200 متر تاع التصوير اجمل غادي حتى بسياره لو ترفعوهم مصورين اجمل هيك في الاسفار تاع هذاك اللي تكون حاجه تاع باريس دكا طبعا يحيى زكريا الحايسي من مدينه مصراته. الرالي فزان تعتبر دي المشاركه التاسعه بالضبط، التاسعة مشاركه لي في رالي فزان. المشارك دراجه ياماها 700 سي سي. طبعا اجواء المرحله الاولى كانت جيده وتحصلنا فيها كفريق ابطاليبي على الترتيب الاول والثاني ان شاء الله، وان شاء الله اليوم في المرحله الثانيه نديروا ترتيبه ان شاء الله. كيف تشوف تنظيم العام هذا عن العام الماضي؟ والله ان شاء الله السنه هذه الدعم كدعم ووقود وتموين وكال واعلان للرالي ما شاء الله حق خير من العام اللي فات. العام اللي فات كان ضعيف وكل، وان شاء الله من كل سنه يحصلوا الدعم ونرتقوا برالي فزان وينجح ان شاء الله. عن طموحكم في المشاركات، هل في ان شاء الله مشاركات دوليه هل حتحاولوا؟ والله كطموح طموحنا اكبر من هيك، واجد اكبر من هيك، ما نبوش نتنافسوا في بلادنا، نبو طموح اكبر في بلدان الناس، نبو في راليات كبار، لكن الله غالب عليه، قد جهدك دير اللي تقدره بس ان شاء الله. انا من الشيخي من بنغازي، انا شرفني حضور دعوتي لرالي فزان وتواجده في الجنوب الليبي ان شاء الله. بصراحة نحن كنا مرافقين كفريق طبي لرالي فزان ومتواجدة في الجنوب الليبي، شرفني جدا بصفة اني انا اول مرة نخش للجنوب الليبي ونحضر رالي فزان،
بصراحة كان نحب نشكر اللجنة المنظمة للرالي، وكان بصراحة حاجة حلوة لبلادنا وجنوب الليبي جميل جدا، وحب نشكر أهل الجنوب على حسن الضيافة والكرم والجود بصراحة. بصراحة كان رالي جميل جدا، كان حاجة مهرجان عالمي أداء عالي جدا. نحب نشكر جميع المشاركين واللي شاركوا في الرالي، وكان رالي عالمي فيه حتى وفود أجانب، كان استقبالهم جميل وتحس انك في جنوب وسط اهلك وناسك، وكانك كاني احس روحي ببنغازي يعني. وبصراحه كان استقبالهم جميل جدا، وكانوا في وفود اجنبيه، هذا يدل عنا امن وامان في الجنوب والحمد لله يعني. الانطلاقة أول سيارة بعد نص ساعة من الآن إن شاء الله، فاللي بيرتاح اللي بي عادل جعيدي أحلى متسابقين قاعدين يديونا في القهوة والزميطة والدنيا مرحلة رائعة 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 جدا، شفنا قصور، شفنا تراث قديم جدا جدا جدا، ممتازة ممتازة. كيف كان الطريق؟ حماس حماس. كيف كان في الأجواء على الرحلة من المسارات النقاط وأيضا حتى في الجري؟ بس ما شفنا ورانا شيء، نمشي بس نجري. التضاريس كانت صعبة شوية ولا كويسة؟ شوية حجرية، اليوم امبارح كانت ترابية، اليوم حجرية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا. نور يا نور. موفق ان شاء الله يا كابتن. انا من في كندرة، لكن انا امس انا اقول لك انا ماشي بالرد بوك. انت كان واحد يوم سالم يا سالم. اليوم الحمد لله في مرحله شاقه. اليوم طبعا اليوم حسينا روح الرالي بجديات ومنافسه قويه، اللي هي المرحله 125 كيلو معبيه مغامرات من جميع الطبيعه، واللي مش راضع مكمل حليب امه مش حيجيبه. واحنا نتمنى من رفاقنا ان شاء الله السلامه، واحنا رانا هدفنا ان شاء الله خارج ليبيا. ليبيا هذه باذن الله، ونرفع روسكم ان شاء الله برا باذن الله الواحد الاحد، وان شاء الله ربي يحفظكم. واحنا شرفنا والله لما نلقى الجمهور والوجوه الطيبه هذه، عندنا خير من الف رالي والله بامانه. وبارك الله فيكم على الحيويه وعلى الاستقبال، اهل اقار وادي عتبه شهاده بالله انهم ما قصروا، واللجنه المنظمه، وان شاء الله في المرحله الثالثه. وبارك الله فيكم، وتشكروا جميعا قناه المسار وجميع الصحفيين والاعلاميين. بارك الله فيكم جميعا.